لان فعلا كنكون هناك واحد المجموعه ديال المغالطات اللي كتخلي الانسان بمجرد ما كيسمع ولا كيشوف بان عنده انتفاخ في الكرش ديالو كيقول لك اودي راه هذا القولون العصبي. نعم. الوغ كو القولون العصبي عنده واحد الاعراض اللي كتكون غريبه واعراض كثيره واللي كتختلف من شخص لشخص واللي وبالنسبه لنفس الشخص كتختلف مثلا من على حساب المواسم يعني التاثيرات الخارجيه والتاثيرات كذلك الداخليه. فهذا الامر هذا كيخلينا اننا نحاودوا نبسطوا للمستمعين الكرام كيفاش شنو هو القولون العصبي وشنو هي المشاكل ديال القولون العصبي. وماشي هذاك الانسان اللي كيتعصب راه غادي هو اللي كيجي من بعد ذلك القولون العصبي. نعم. وهذا فرق كبير. ما عمر ذاك الانسان اللي كيكون فيه العصبيه ما يكون يعني ديك الاعصاب اللي غتجيه غتكون تاثر له على او لا غتعطيه المرض ديال القولون العصبي. وهذا خلط ما يتاثرش. لا كاين بغفوا تيقول لك عندي الاعصاب في المصارن مثلا. لا الاعصاب في المصارن صحيح كاين الا كانت تبتات وتشخصات كيبان بانه فعلا راه عنده القولون العصبي. اما الا كان الانسان مريض بالاعصاب خارج الجهاز الهضمي وخاصة خارج القولون هذاك ما عنده حتى شي علاقة مع المرض ديال القولون العصبي. حيت هنا كنسمعوا القولون العصبي كنقولوا الأعصاب راه هي اللي دارت لنا هذاك المشكل ديال القولون وما إلى غير ذلك. فالقولون العصبي كما قلت لك هي أعراض اللي كتختلف من شخص لشخص وبالنسبة لنفس الشخص كتختلف حسب المناخ. نعم. مثلا يقدر يكون الإنسان في الصيف كيتعرض لهذا المشكل ديال التقلب من الربيع للصيف او لا من الخريف للشتاء يقدر يتصاب بالقولون العصبي. من الشتاء مثلا للربيع يقدر يتصاب بالقولون العصبي. هذا كيتسمى القولون العصبي الموسمي او القولون العصبي المتعلق بالتغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه كتجي. نعم. وهذه كتلقاها بعض المرات هذا الامر هذا جايبه من جدوده يعني وراثي. وكاين اللي فعلا العمل ديال الجهاز ديال القولون ديالو. نعم. كيتاثر بالتغيرات ديال المناخيه. فهاد الامر هذا مهم. احنا غادي نشوفوا ان شاء الله الامكانيه ديال كيفاش يقدر الانسان يدوز المراحل اللي كتكون بالنسبه ليه مراحل وعكه. كيفاش يمكن له يتفاداها وكيفاش يخرج منها. هادو بالنسبه للعوامل الخارجيه اللي احنا ما عندناش فيهم دخل. اما الناس اللي عندنا فيهم دخل مثلا في التغذيه ديالنا شنو هما الامور اللي كتسيء لهذا القولون العصبي؟ القولون العصبي لما كنتكلم على شنو هي المشاكل اللي كتقيس القولون العصبي كان هناك مشاكل متعدده. ما بينها مثلا احنا قلنا كنقولوا التغيرات المناخيه. هذا من العوامل الخارجيه. التغيرات المناخيه لما كيتبدل الجو من فصل لفصل ممكن يكون له تاثير على القولون ديال الانسان. السلوك شنو هو؟ الانسان بمجرد ما كيجلس مع الجماعه وتيخاف على راسه انه ما ياخذش حقه مع دوك الناس كيبقى يمضغ بلا ما يهضم. ديك المضغ يعني كيسرط بلا ما كيمضغ. والنتيجه هو انه كيكون عندنا دخول ديال ديك المواد الغير مهضومه. وبالتالي لما كتدخل كتعطيني واحد العسر ديال الهضم في الجسم ديال الانسان وبالتالي كتعطيني انتفاخات اللي تكون لها مشاكل على المصران وكيعطينا داك اللي كنسميوه بومزوي. ولا يقدر كذلك يمشي حتى يعطينا ما يسمى بالمشاكل ديال القولون. وكذلك ما بين الامور اللي كتسيء الى العمل ديال القولون هو الماكله مع الهضره. انت كتهضر هذه جابت مواضيع مهمه في الماكله. نيشان وحتى الصداع كيجي مع الماكله. والوغ في وقت الوقيته ديال الماكله ما خاصش تلاقى الماكله مع الصداع. ما خاصش تلاقى الماكله مع المشاكل. ما خاصش تلاقى الماكله مع تحليل المشاكل. هذو كلهم وسائل اللي ممكن تكون سبب من الاسباب ديال التاثير على القولون. فهاد الامور حنا كنخليو حتى الوقيته ديال الطابله عاد كنجبدوها. وهذه يعني مساله وسلوك غير عادي وسلوك غير ايجابي. نعم.
داك المضغ ديال الطعام خصو ياخذ الوقت ديالو الكافي باش ان دوك الغدد اللي عندنا ستاد الغدد اللي عندنا في في الفم ديالنا عندنا جوج تحت الانف ديالنا وجوج تحت اللسان ديالنا وجوج عندنا تحت جهه الحلق ديالنا هاد السته الدور ديالهم انهم كيفرزوا بعض الانزيمات وكيفرزوا بعض الاحماض بعض المضادات الحيويه اللي الدور ديالها بمجرد ما كتحطي شي ماكله اللي جايبه معاها ميكروب مع داك لاساليف ديالنا او الريق ديالنا كتبدا العمليه ديال قتل الميكروبات الغريبه وقتل الميكروبات الغير نافعه من الاول فلما كتهضم كتمضغ بسرعه ما كتعطيش الوقت لذاك اللعاب ديالنا انه يدور بديك المادة الغذائية ودير الاناليز ديال هذاك الشيء ويبدا يشوف الامور اللي هي نافعة تمشي والان الامور اللي هي غير نافعة تقتل هذه وسيلة من الوسائل اللي كتخلي داك الميكروبات الغير نافعة توصل المعدة ديالنا وكتبقى دير لنا المشاكل ديالنا هذه كاين باش ما تجهدش لو كور ديالك لان كدخ الدم معاك معدة كيدخ الدم معاك كلشي باش يهضم هذيك الماكلة ويعاود يطحنها ثاني في الوقيته اللي كنكون بديت العمل الله سبحانه وتعالى ديك الساعه ما يعطيناش الاسنان وما يعطيناش اللعاب في الفم ديالنا وعلاش عطانا الاسنان وعطانا اللعاب باش يؤديوا الوظيفه ديالهم ثم بعد ذلك كيهز لما كتنتهي الوظيفه ديالو كيعطي الماده الغذائيه كتهبط للمعده باش تؤدي الوظيفه ديالها المعده وعاوتاني من المعده لما تنسالي الوظيفه ديالها كتمشي لل 12 عاوتاني كيبدا الخدمه ديالو لما كتسالي العمل ديال 12 كتعطيه الامعاء الدقيقه كدير الخدمه ديالها ولما الامعاء الدقيقه كدير الخدمه ديالها كتصيفطها للقولون هاد التراتبيه اللي حطها لنا الله سبحانه وتعالى ماشي عبثيه تراتبيه على اساس ان كل الجهاز يقوم بالعمل ديالو باش يخلي الجهاز الثاني كذلك يقوم بالعمل ديالو فلما الجهاز الاول ما كيديرش خدمته كيولي الثاني ما يديرش خدمته الثالث ما كيديرش خدمته الرابع وبالتالي كتظهر هناك اعراض غير عاديه في الجسم ديال الانسان وبالتالي هذا كيبين بانه من السلوكيات هو اننا نعاودوا المراجعه ديال العمل ديالنا مع الجهاز الهضمي كاين كذلك العامل الاخر وهو العامل ديال التلوث البيئي التلوث البيئي لما فاش كتشم روائح غير عاديه راه كتاثر على الجهاز الهضمي لما كتاكل الماكله اللي فيها المبيدات الحشريه راه كتاثر على الجهاز الهضمي لما كتاخذ ماكله اللي فيها سموم كتاثر على الجهاز الهضمي لما كتكون تاخذ ماكله اللي سخونه بزاف كتاثر على الجهاز الهضمي لما كتاخذ ماكله اللي بارده بزاف كتاثر على الجهاز الهضمي نحبسوا في هذه مزيان سخونه بزاف شنو يوقع فاش كتاخذ الماكله سخونه بزاف كتهبط كدير لك اول حاجه هو انك كتقضي لك على الميكروبات اللي تقدر تكون نافعه في الجسم ديالك رقم واحد ثانيا لما كتكون الحراره غير عاديه الانتاج ديال داك الاحماض في المعده ما كتنتج 100% ولا ما تنتجاتش ليا 100% ممكن العدد الكبير من الميكروبات يهرب ويمشي الامعاء الدقيقه ويمشي كذلك القولون الوغ كو في المعده خصو يموت لان في المعده خصنا توصل ليا درجه الحموضه او البي اش تهبط ليا حتى ل 1.5 وهذيك 1.5 كتقتل جميع الانواع ديال الميكروبات اللي كاينه عندي في الدات ديالي وبالتالي لما كنوصل للقولون كنلقى 50% من البراز هذاك ال 50% كله ميكروبات مقتوله بداك العامل ديال الاحماض وديال الانزيمات اللي كاين عندي في المعده وكيكون فلما كتدخل ماكله ماشي خاصها تمشي للحراره اللي كتوالم 37 درجه ديالنا باش كل الانزيمات اللي كاينه ديالنا كتخدم وكل الانتاجات والافرازات كتخرج وبالتالي كما قلت لك العمل ديال الجهاز ديال الهضمي كيتادى كما كيقولوا بنظام وانتظام فهمت من بعد كنجي كذلك هذوك المواد الغذائيه كنجيو كنحطهم في اواني اللي بعض المرات كتكون الاستغناء عنها احسن بحال في الوقيته اللي كنشد الماكله وكنحطها في اواني ديال البلاستيك وهي سخونه ما عمرك تحط الماكله سخونه في الاواني ديال البلاستيك
وكذلك ما عمر ما كنخلنا نحط ماكله اللي هي حامضه في الاواني ديال البلاستيك، لان كاين الامكانيه باش يكون هناك توجه ديال هذه المواد من 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 من, من الان من الاواني الاناء ديال البلاستيك الى الماده الغذائيه، وبتي كتخلق ليا مشاكل داخليه. اها، وكاينين الناس سورتو الناس اللي تيخدموا هذا تيديو معاهم غداهم بعد مرات وهذا، تيكونوا هذوك البواطات ديال البلاستيك وكانوا قبل بواطات ديال البلاستيك عادي، بحيث لا مثلا دخلاتهم الميكرووند ولا هذا، فريمون كتعطي هذيك الريحه وكيطلق هذيك الريحه في الماكله. دابا ولاو دايرين زعما هذاك بلاستيك سبيسيال على ود انه يدخل الميكرووند، ما يعطيش ما يطلقش هذيك الماده ديالو. واش سي فري ما كيطلقش هذيك الماده ديالو ولا غير شوف؟ احنا تفاديا لكل الاحتمالات، نعم، من الاحسن ان الانسان الطعام الساخن لا يوضع في الاواني ديال البلاستيك، والطعام الحامض لا يوضع في الاواني ديال البلاستيك، يكون طعام معتدل في السخونيه ديالو وطعام هذا، ولكن من الاحسن يكون في الاواني ديال الزاج ولا في الاواني ديال الطين، فهي احسن الاواني اللي ممكن انها تحافظ على المكونات الغذائيه اللي وكتكون يقينا ان المكونات الغذائيه كتبقى هي هي بدون ما تدخل عليها شوائب بيئيه خارجيه اللي تقدر بعد ذلك تكون لها تاثيرات على الصحه ديال الانسان. عندي الوالدة ديالي عندها واحد المشكل ديال هي عندها اعصاب بصفة عامة، نعم، ولكن عندها مصران الغليظ، يعني قدر ما تخرج على 5 ايام 4 ايام على برا، وعندها صهبة، عندها نعاس ما كتنعش، وفي الوقيته اللي كتبغي تخرج داك الشيء يعني البراز ديالها كيجي هذاك الشهوه الخروج ولا لا؟ لا ما عندهاش تقريبا، كتستعمل غير الادويه باش كدير يا اما فانيد يا اما سيرو اما شي حاجه. السيرو الفريد وقوي البات؟ لا كتستعمل غير فانيد ديال الشرب ولا السيرو. فوقاش هو عند هذا المشكل هذا؟ لا عندها مده طويله هذه تقريبا. الغده الدرقيه ديالها كيفاش دايره؟ كيفاش؟ الغده الدرقيه دارت داك الغده ديال الحلق، ما عمرها دارت تحليل ديال الغده الدرقيه الحلق؟ لا ما عمرها دارت، ما عمرها دارتها. السكر تحاليل؟ السكر عندها؟ لا. لا طونسيون عندها؟ لا ما عندهاش. لا دوك القرح ديال الفم ما عندهاش؟ لا بعد ما تكون عليك الحروقه في المعده. اللسان ديالها ما كيبياتش مره مره؟ اللسان ما كيبقاش ما كيوليش ليها ابيض مره لا الصراحه هادشي ما لاحظناش. هذا امور هذه الامور هذه اللي كتكون عندها الصهباء بحال كتخرج. شحال في عمرها؟ شحال في عمرها؟ شحال في عمرها؟ فوق 40. فوق 40. كتشرب الماء بزاف؟ لا الصراحه ما عندهاش معصر الماء. ايوا خصها هذه حاله من الحالات الاساسيه باش ان هذاك الامر ديالها غادي يتقاد، وغادي نجاوبك ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور كنعاني انا من المشكل ديال الغاز. هذاك الغاز دائما عندي يعني في الفراش، بس كما قلتي ديك السيمانه اللي فاتت اللي هو جوج سيمانات دابا، اي بلاصه كنطلق الغاز ديالي ما كنخليش. مزيان. وعندي مشكل اخر، حنا كنديروا هادشي ديال الحفلات. واش المشكل ديال الماكله اللي خفتي والامور، واش عندها شي عندي شي مشكل ديال مثلا؟ هو كيقول لك اذا عرف السبب بطل العجب. هذا ما كان ما عندكش السكر؟ ما عندكش السي خالد؟ ما عندكش السكر بعدا؟ لا ما عنديش السكر، ما عنديش كوليسترول، ما عنديش غده درقيه، درت تحاليل هذه الفتره قليله، درت على قبل القلب. لا درتي المنظار من تحت؟ لا ما درتش المنظار، درت الدكتور ديال الامعاء. مشيت عنده قال لي ودي عندك الغاز، خرج لي واحد الاكتئاب وفانيد ديال الغاز. عطاك الفانيد ديال الاكتئاب؟ وفانيد ديال الغاز، قال لي عندك الاكتئاب. انا كنعاني من الاكتئاب دابا، كان عندي شي مشكل عائلي وداك الشيء. صح الفراغ ديال الدري وداك الشيء، ودابا هذا الشيء عندي غير الغاز كيخرجوا. المراه عندي نفس المشكل، حتى هي عندها القبط المزمن 15 يوم 10 ايام 15 يوم؟ 15 يوم بعض المرات كتبقى الا ما كلاتش بحال دابا عصيري ولا شي حاجه. كتولي كرشها يعني بحال عندها شي 9 شهور ولا هذا المرض ديالك. نعم. وبعض المرات الا دازت قريب اقرب وقت وداك الشيء فهمتيني، علاش شربت العصير عاد باش دوز. نعم.
بالماكله بالنسبه للمراه عندها القبض دائم. وحنا عندنا باش 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 فاش الوقيته اللي كتبغي تخرج شنو شنو كدير؟ في الخروج ديال بالنسبه للشيء عندها الخروج ديالها بالنسبه للغاز قاصر. لا واش نعم. بعد 15 يوم كيخرج بوحدو ولا حتى كدير شي حاجه عادي يخرج؟ لا كنقول لك تدير شي حاجه سائله الا كانت كتقد تزير بحال ما كتخرج كتسولك. لا هذه القضيه نعم. ديال التزير من هنا قدام. المهم دابا نشرح لك ان شاء الله ماذا. ولا عليك ولا عليك. شكرا لك خالد. مرحبا. نرجعوا نجاوبوا فاطمه بالنسبه للوالده ديالها عندها القط واضحه المساله قالت لك ما عندهاش مع الماء. فالامر ديال القبض كما كنقولوا راه القبض رقم واحد لظهور 55 مرض. نعم. بمجرد ما كيتصاب الانسان بالقبض يتسنى ولا يستقبل بكل فرحه وكل ابتهاج 55 مرض اخر. ياك. فهذا هذا الامر ديال القبض يجب ان يزال نهائيا من الجسم ديال الانسان. وباش غادي نزولوه؟ نعم. رقم واحد كنشوف واش ما كانش هناك حالات خارجيه اللي تكون مسببه. نعم. مثلا كما تكلمنا قبيله واش في الوقيته اللي كناكل ما كانش الهضم مزيان؟ واش وكذلك في الوقيته اللي كناكل ما عنديش واحد الترتيب وما عنديش برنامج غذائي مرتب؟ إيه. مثلا كنجي كيجي عندي الواحد تيقول لك اودي راه انا كناكل من الفطور وكنبقى في الخدمه ما كنتغدى حتى الليل. هذا مشكل. او لا اليوم كيتغدى مع الوحده لا غدا كيتغدى مع الثلاثه بعدو كي عندنا ساعه بيولوجيه. والله سبحانه وتعالى لما قال في الايه ديالو يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. سبحان الله المشكل ديال القولون العصبي والمشكل ديال الانتفاخات والمشكل ديال البطن والمشكل ديال ما كاينش عند الفرنسيين ما كاينش. نعم. ولما درت احصائيات لقوا بان 3% هما الناس المصابين بهذا الامر هذا. في المقابل كتلقى عند الناس العاديين وعند مثلا في الناس اللي ما عندهمش نظام وانتظام في البرنامج في البرامج الغذائيه ديالهم كتوصل لهم حتى 60% من المشاكل ديال القولون. نعم. والقولون العصبي. فهذا شنو كيعطينا؟ كيقول ما بين الامور اللي كتخلق المشاكل هو انه ما كاينش هناك انتظام في الاوقات ديال الوجبات الغذائيه. نظموا الاوقات ديال الوجبات الغذائيه ديالنا، موافق ناكل مع التسعود، مع ال11، مع الاربعه، مع السبعه، نبقى دائما كيكون عندي هناك ترتيب بيولوجي اللي كيمشي معاه الجسم ديالي. في الوقيته اللي كدير الخبطه كذلك كدير الخبطه في العمل العادي ديال الجسم. فكيف يعقل انت كتجي بعض المرات كتكون ساليتي العمل ديالك مع ثلاثة الصباح كتجي كتلقى المحلات ديال الاطعمه محلوله وعباد الله كتاكل. عباد الله كتاكل، كيف يعقل ان في الوقيته اللي لي كورتيزون الطبيعيه اللي ولا الصفر مع 12 الليل عندنا واحد مازال كياكل مور 3 الصباح؟ هذا كيخلق مشكل كبير في الجسم ديال الانسان. ومشكل اللي ممكن انه تكون له اعراض اللي غتقوم بعد تولي مزمنه ويصعب الحل ديالها. نعم. اذا الاكل التراتبي والاكل فيه احترام ديال البرامج الغذائيه رقم واحد. رقم جوج ناكل دائما شلاضة ديال الفاكهه، ثم بعد ذلك شلاضة ديال الخضروات النيئه ماشي الطايبه ولا المسلوقه ولا عاد ديك الساعه كنجيب واحد الاناء ثالث اللي يقدر يكون فيه شي حاجه يا اما صوبه ولا شي حاجه طايبه ما كاين مشكل. نعم. لكن كنبدا دائما ما هو سلطه فروي، ثم بعد ذلك شلاضه ديال الخضروات النيئه ماشي الطايبه ولا المسلوقه ولا عاد ديك الساعه كنجيب واحد الاناء ثالث اللي يقدر يكون فيه شي حاجه يا اما صوبه ولا شي حاجه طايبه ما كاين مشكل. نعم. لكن كنبدا دائما ما هو سلطة فروي، ثم بعد ذلك شلاضه ديال الخضروات النيئه ماشي الطايبه ولا المسلوقه ولا عاد ديك الساعه كنجيب واحد الاناء ثالث اللي يقدر يكون فيه شي حاجه ما كيولي يعطي لنا هذا القبض بواحد الشكل غريب وغريب جدا. اضافه الى ذلك هو الرياضه الانسان. نعم. ما كيقومش بها. والرياضه تبين بان اليوغا وتبين بان لا بيسيكلات وتبين بان المشي وتبين بان الحبل ما بين الامور اللي كتنشط العمل ديال القولون وكتخلي داك البراز يقدر يمشي. هذا الشيء اللي قلتيه كله كيصلح للقولون والعصبي والجسم كله في مره يعني. صح. لم ناحيه شرب الماء لم ناحيه الرياضه.
نمشيو نجاوبوا خالد بسرعه. دكتور بالنسبه للغازات اللي كيقول عنده ولا لي غاز، انا بعد مرات انا تتحشموا يعني مع الناس في الخدمه ديالو، كيفاش يدير تيجن بهذا المساله؟ سي خالد بعدا اول حاجه دارها مزيان هو قال لك اودي انا كنخوي، نعم، وهذه مهمه لانه الا ما خواش كان هناك مشاكل اخرى اللي غتظهر في الجسم ديالو واللي غتكون لها تاثيرات خطيره وخطيره جدا على الجسم ديالو. لذلك لما كيجي الانسان داك الغاز الا كان خصو يخرج من فمه يتقرع ولا كان خصو يخرجه من تحت يخرجه ما يخليش داخل الذات ديالو، والا رحنا كنعرفوا شنو هي المشاكل اللي تقدر ترتب عليها اللي كتبدا من مشاكل عاديه الى طفائح جلديه غير عادية. طفائح جلدية تقدر تكون خطيرة وخطيرة جدا اللي تقدر تضر على الجسم ديالو كامل. فلهذا الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الغازات يخويوه، رقم واحد. رقم جوج كما قلت اكثروا من شرب الماء. رقم ثلاثة بمجرد ما يسالي الاكل ديالو ياخذ معلقة ديال الكمون، فالكمون له دور ديال انه كيمتص الانواع ديال الغازات الكبريتية والانواع ديال الغازات الفوسفورية. هادو كلهم كيمتصهم، وحنا في معظم ديال الاوقات غالبا كيكون عندنا هاد جوج الانواع ديال الغازات هي اللي كتكون كتخلق هاد المشاكل في الجسم ديال الانسان. الامتصاص ديالها كتولي بهاد الطريقه هادي. ثانيا معلقه ديال الكمون ورا الماكله، معلقه صغيره ديال الكمون ورا الماكله، او لا المعلقه ديال حب الرشاد ورا الماكله، فهي من الاشياء اللي كتمتص كذلك هاد الغازات اللي كتلعب دور ديال انها كتنفخ الجسم بواحد الشكل كبير وكبير جدا. نعم. كذلك شرب الماء بالطريقه اللي تكلمنا عليها، تنظيم الاوقات ديال الاكل، وهذاك الطعام فوق الطعام راه مشكله كبيره وكبيره جدا. واكل ديال الاكل ديال السكريات الحلويات، قال لك راني الطبيعه ديال العمل ديالو هو انه قريب دائما راه تلقاه كل مره كيدوق هنا وكيدوق هنا، هذاك كما كيقولوا ديك السقاطه هي اللي كتكون كذلك من المسببات رقم واحد في ظهور هذه المشاكل ديال الجسم اللي كتكون في الجسم ديال الانسان. ف زيادة على هذا الأمر هذا الوقيته اللي كيكون الإعطاء ديال الجهاز الهضمي لهذا النوع من الماكلات غالبا كتكون واحد الوقيته اللي كيوصل فيها التركيز ديال السكريات كبير وكبير جدا، وبالتالي كيتضبط العمل ديال واحد المجموعه ديال الانزيمات، ولما كيتضبطوا كتولي العمل ديال القولون كينقص حتى كيحبس وكتعطيني المشكل ديال هاد الغازات وكتعطيني المشكل ديال القبض وكتعطيني. فخص الاخ خالد ينقص من هذا النوع من الماكله ويكثر من شرب الماء ويعطي برنامج غذائي يعني مضبوط في اليوم ديالو، ما يديرش الطعام فوق الطعام، والمضغ يكون كامل، والرياضه ديال المشي والحركات بالبيسيكلات، هذو كلها من امور اللي ممكن تساعده على اساس انه يخرج. نعم. بالنسبه للزوجه ديالو اللي كتبقى 15 يوم عاد كتخرج، فهاد الامر ما خصوش يبقى. اولا خصها تعيد العمل ديال الجهاز الهضمي ديالها باش يولي يعني جهاز اللي مستعد انه يخرج داك المشاكل اللي تقدر تكون لها انعكاسات سلبيه على الصحه ديالها. ودابا العمل اللي خصها تقوم به هو انها تاخذ جوج معالق ديال زيت البلديه ومعلقه ديال زيت الخروع ومعلقه ديال زيت زيت جوج معالق ديال زيت البلديه ومعلقه ديال زيت الخروع ومعلقه ديال مشات لي الزيت تاع حنا نجيبوها ان شاء الله. هادو كتخلطهم هاد ربعه ديال المعالق كتخلطهم باربعه مزيان وتشرب وتزيد عليها واحد الكاس ديال العصير في 45 دقيقه. قناه نصائح وارشادات مجانيه. داكشي اللي كان عندها غادي يخرج، خصها تكون قريبه من الطواليت باش انها تخوي داكشي اللي في الكرش ديالها، وبالتالي تبقى تداوم على هذا الامر هذا، وتستعمل كما قلنا تستعمل داك المحلول ديال السكنجبير. اييه. فالمحلول ديال السكنجبير كيلعب دور ديال انه كيرجع النشاط للقولون، وكيرجع النشاط لذوك الانزيمات اللي كاينه في جهه القولون، وكتولي العمل ديال القولون خدام بشكل عادي، واللي كيخرج البراز، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى ان هذا الامر هذا يولي عادي بالنسبه للاخ خالد ولا الزوجه ديالو باش تحيد هذا المشكل نهائيا ان شاء الله. مستمعه كتقول ولدها عنده لي غاز في المصارن ملي كان عنده 3 سنين، دابا عنده 7 سنين وباقي عنده نفس المشكل. لي غاز بالنسبه للوليدات الصغار
يصعب انك تعطيه دابا شي حاجه، وخاصه ان العمر ديالو ما معروفش شحال العمر ديالو. انا كنقول للناس كاملين اللي كيستمعوا لينا، قل من 6 سنين يقللوا من استعمال هذا الاعشاب الطبيه، لان الكلاوي ديالو مازال ما خداش ديك لا ماتوريتي كومبليت باش انه يقوم بالعمل ديالو على احسن ما يرام. نعم. كذلك الكبد ديالو ما خصهاش تحمل ما لا تطيق، الا الا كان مثلا شي حالات خاصه وحالات شاده، عاد انا داك كنقولوا نعطيهم المكملات، داكشي علاش كنت نتكلموا على الطب التكميلي، المكملات الغذائيه اللي تخليه ان شاء الله كيتفادى هذا الامر هذا. فالام ديال هذا الطفل كان غير تعطينا لاج ديالو وبالضبط اش مناش كيعاني، الا كان انتفاخ اش من مكان ديال الانتفاخ. بعض المرات كنقول كيكون كتقول لك راه الكرش من الوسط اللي منتفخه، وهذيك الكرش راه ماشي هي القولون، فهمتي؟ عندنا 9 ديال المناطق بالنسبه للقولون كاين اللي خصنا نشوف الانتفاخ ديالها. كاين عندي الجانب الايسر السفلي والوسطي والاعلى. نعم. وكاين عندي جهه القفص الصدري. نعم. كاين كذلك عاوتاني الجانب الايمن والاوسط والايسر. وعاوتاني في الجهه اليسرى ديال الجسم ديالي عندي الجانب الاعلى والاوسط والاسفل. كل ما كان شي انتفاخ لما كيحدد لي المكان فين كان هناك الانتفاخ، كيمكن لك تعرف شكون هو السبب، واش فعلا القولون واش ولا اشياء اخرى اللي كان من غير القولون. نعم. فلهذا ان شاء الله في الحلقه المقبله غنعطي للمستمعين الكرام هاد 9 ديال الاماكن هادو، ويعرف هو كيفاش يسخن الامراض ديالو. نعم. قول المسران عنده مسران الى تعصب وكيجيه عاوتاني الا كرا شي حاجه ما جاتش معاه، او لا مثلا ما لقتش ليه بحال الليمون ولا اللبن والحليب، ولا كيجيه اسهال. دونك الا كلا الليمون واللبن وهذا ولا الحليب كيجيه اسهال حاد وكيعرق بزاف ولقى السكر طالع، وطبيب قال ليه عندك سباسم كوليك ولا تشنج ديال القولون ظهر ليه في الراديو. هادشي منين دار الراديو الطبيب قال ليه هكا. اولا وضاف واحد الجمله ولكن الميساج ما كاملش، الشطر الثاني ما لقيتوش، كيقول الطبيب قال ليه انه معرض، ما عرفتش ليش معرض معرض لشي حاجه. بالنسبه للاسم ديال حميد، السي حميد. السي حميد كذلك لما كيكون عند الانسان عنده السكري غالبا ما يكون هو المسبب للانتفاخات اللي كتكون في البطن. قلنا السكري وقلنا الغده الدرقيه كذلك من الامور اللي كتكون سبب من الاسباب ديال انتفاخ البطن. نعم. وبالتالي هذا كيكون خاص السي حميد. نعم. يبدا اولا بانه يعالج السكري، فبالمعالجه ديال السكري ممكن يرجع القولون للمكان ديالو ويرجع العمل ديال القولون للمكان ديالو. وكذلك الناس اللي كيعانيو من الغده الدرقيه ممكن بالعلاج ديال الغده الدرقيه العمل ديال القولون والعمل ديال الجهاز الهضمي كله كيرجع للنصاب ديالو. فالاول حاجه اللي غنقدروا ننصحوا بها الاخ حميد هو انه ياكل البصله صغيرة كل 3 سوايع. بصلة صغيرة كل 3 سوايع فهي من الأمور اللي عطات نتائج مهمة ومهمة جدا، مهمة ومهمة جدا في هذه الأمراض. ما يديرهاش مع مطيشة ولا شي؟ لا لا، هي بوحدة هكاك. ولما خداوها الإخوان اللي تبعوا معنا بهذه الطريقة هذه، والله أختي ذاك النتائج ديالها كانت عجيبة وعجيبة جدا. علاش؟ لأن فيها لاغليسيزين اللي الدور ديالها تقريبا بحالو بحال الانسولين اللي كاين عندنا في الذات ديالنا. وهذا الامر هذا سولوني الاخوان واش البصله الحمراء ولا البصله البيضاء، جميع الانواع ديال البصله اعطات نفس النتائج، نفس المفعول. فبالتالي نبداو بهذا العمل هذا، ولما نرتب يعني العمل ديال البنكريا واللي عندي السكري مقادد، انا ذاك نشوف واش باقي عندي المشكل ديال القولون. ولما نشوف بانه رغم باقي، انا داك كتولي الحل هو اننا نقوم بالعلاج الثاني ديال القولون اذا المشكل عنده في القولون. مي 70% ديال الناس اللي عندهم سكري كيكون هناك انتفاخات اللي كتاثر على العمل الطبيعي ديال الجهاز الهضمي. نعم.